كان خلونا قبل التقرير قبل اخذكم تقرير ونسولف، ايش رايك بقول مبارك حنيني؟ ما نسولف عن المباراه بس ايش رايك بالجوتشي؟ صراحه شوف مجهود رائع من مبارك الفنيني، وحتى تبديله كان يعني بوقته لان الدفاع السعودي كان مندفع. بس صراحه مهاره، وانا من زمان قاعد امدح الولد هذا وانا متابع المراحل السنيه. وعسى الله يوفقه، الله يبارك له ان شاء الله، هدف روعه صراحه، ذكاء. ما بيك تحلل لي بس كنت متوقع النتيجه ولا لا؟ لا صعبه يعني، لكن كم من مباراة يعني لما قالوا لاعبين الهلال ما يشاركون يعني ما راح يشاركون، يعني توقع لنا كل منتخب الكويتي يعني الأفضلية له، يعني خاصة اللاعبين السعودية لعبوا اليوم. ممكن أنا شخصيا بعضهم ممكن ما أعرفهم يعني مبارزين حيل مع أنديتهم، لكن احنا نقول التاريخ دائما يعني ما يذكر هالشغلات هذه. هو الفوز هو الأهم، منتخبنا لاعبيننا قاتلوا، يعني مثل ما قلت عبد الرحمن هو الظاهر ان اسبوع ازرق سواء بالسعوديه بنادي الهلال السعودي واحتفالاته بفوزه بدوري ابطال اسيا، والحمد لله اليوم نتيجه كبيره. يعني منتخبنا اليوم ثلاثه على المنتخب السعودي بغض النظر من شارك من ما شارك، لاعبين الهلال شاركوا، هذا ما يعني لكن كاسم كبير والفريق الوحيد اللي بالخليج مشارك في كاس العالم، فوز انا اقول يعطي دفعه ان شاء الله يا رب معنويه كبيره للاعبين، وان شاء الله يا رب ان بعد شوي نحتفل معاكم بعد التقرير. ناطرين احنا.